لي ان جمهور الاهلي اعلى على السوشيال ميديا او اعلى في الريتش، بس انا كان سؤالي اقول لك ان بالبطولات اللي اخذها الزمالك الدوري او الدوري السنتين اللي فاتوا، الريتش بيعلى مع المكسب، الامور بتعلى ولا ملهاش علاقه؟ والله انا شايف ان يمكن في مصر احنا ما عندناش التنوعيه او السهوله في ان الواحد بيشجع فريق فيشجع فريق تاني زي اللي موجوده في اوروبا مثلا. يعني انا في انجلترا بس عندي المقدره ان اظهر له. يعني انا مثلا وانا بتابع حاجتي بس بحس مثلا ايه، الزمالك اخد دوري، فخبر الزمالك بيعمل ريتش او يعمل تفاعل غير خالص لو زمالك مش في الصوره، مش في حالته، مش في مستواه مثلا. هي بتبقى حاجات استثنائيه. بمعنى لو انا هفترض مثلا انا كده نزلت خبر الاهلي اخد الدوري لان ده الاعتيادي في اخر 15 سنه، فمش الناس مش هتهتم قوي. لكن الزمالك لما خد 2 دوري ورا بعض الناس اهتمت لان ده حدث استثنائي بيحصل لاول مره مع نادي الزمالك او لتاني مره في تاريخ نادي الزمالك. كذلك الامر بالنسبه لبطوله افريقيا، التاسعه مثلا كان ليها ضجه، لكن العاشره اللي هو يعني هي حلوه بس مش زي اللي قبلها. فغير مثلا لما الزمالك ياخد السادسه، لا هتبقى ليها ضجه. فهي بتختلف على حسب درجه الحدث نفسه. قلت رميت واحده كده مهمه قوي، قلت ما انت شايف التصويت بيبقى عامل ازاي؟ يعني التصويت للاهلي مختلف بغض النظر عن الاداء؟ هو عامه انا مقتنع بحاجه، والحاجه دي يمكن بتزعل ناس كتيره مني. انا مقتنع ان التصويتات على مستوى الكره المصريه هي مالهاش علاقه بمستوى اللعيبه، هي ليها علاقه بانت بتلعب مع مين، سواء كان هنا او هنا. يعني الموضوع بيوصل لخناقه، ده عايز يدي اللاعب اللي موجود في فريقه، ده عايز يدي اللاعب اللي موجود في فريقه. فيمكن ده السبب ان الواحد بنسبه كبيره ما بيهتمش بالتصويتات عامله ازاي او نسبتها عامله ازاي.